والدتك كانت تنصحك في السنوات اللاحقة ربما أو أثناء عملي الفدائي ألا تتزوجي مستقبلا لا طبيبا ولا فدائيا؟ هل شعرت رائدة في يوم من الأيام بغيرة من فلسطين التي منحها وفداها والدك بحياته وترككم غادركم وأنت لازلت صغيرة مبكرا غادركم؟ أكيد. يعني أول إشي والدي كتير بقول لك عشق أمي، يعني في حالة عشق كان بينهم وحبوا بعض. كانت تقول له مين أكتر وحدة بتحب الدنيا، يقولها بس وحدة اسمها الحرف الـ 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 الأول من اسمها زي الحرف الأول من اسمك، أمي اسمها فتحية وفلسطين. فهي تقول طب أنا مش فاهمة ليش، إلى أن يعني فهمت ليش. علي استشهد حبا بالقدس عشان القدس ما تعني له من حياة كاملة، كان عاشق للقدس، بعرف تاريخها منيح، بقدرها، حافظ شوارعها، حافظ زقازيقها، حافظ حجارها، حافظ بلاطها، حافظ حيطانها. بالنسبة له ما في تعويض عن القدس، لأنه ما في إشي أغلى من الوطن.